تبارك الله عليكم اسيدي، عطاكم الله الصحه. السلام عليكم خوت كثيرين، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم عاوتاني في فيديو جديد. المهم قبل ما نبداو خليو لي شي لايك، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. الا درتي لايك راه ما خسرتي حتى شي حاجه، وما تنساوش الخوت تخليو لي شي تعليقات يكونوا زوينين، تفاعلوا مع الفيديو. بغينا نوصلوا ان شاء الله ل 100,000 مشترك في اقرب الوقت، ويلا نبداو. شوف الكلام الاخر شكلك يعيش وبروش اخويا، الا عندك بحال هذيك الفطار وحق الله تتخاف منه. هاد الحركات اللي تيدير ديال شي جن بسم الله الرحمن الرحيم، وكنصور انا بالليل والله تتخاف منه. هذا واش هكا تيدير اصاحبي؟ شوف 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 اش كاين شي كلب كيدير بحال هكا وتيقلد الدري صغير اصاحبي، والله تتخاف منه. انا وحق الله بعدا كون كان عندي انا بحال هذا تنخاف منه بالله. شي مقلب هذا واقيلا ياك؟ دابا شوفوا هاد خيتا شنو لابس. الراجل قداش؟ شوف مو شنو لابسه، لا حول ولا قوة الا بالله. ما تقادش على لا ما تقادش تلفازه كبيره فيها 65 بوص، ما تهزيهاش ما تهزيهاش ما تهزيهاش، كون حداك وسير بجد الملايين وحدها. اجي انت مريضه علاش فلوط كاع اصلا؟ علاش تقيسي ليا التلفازه؟ علاش تقيسي ليا التلفازه ديالي؟ اولي باش صافا قاده مالك؟ شنو غتقاد؟ اش غتقاد؟ شوف قال لك، شوف قال لك كي ولات اش جابك تهزيها؟ ويلي 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 كي كضربها كتضرب. ماما مشي قداك، مشي عند الصياد اللي كيصوب داكشي وقال ذلك كتضربها قداك ماما؟ لا ما تنقدوهاش، ما تهزيهاش. الفازه تمشي وغتجي وحده دوبل في هادي، دوبل في هادي الطوطه هنا. انا اللي شريتها جديده اصوبها. باش كتبغي تنعس وكيكون حداك بحال هذا؟ لا لا نحال راه انا اللي معذب. تفرق معايا، تفرق معايا بنت الناس، راه انا اللي معذب دابا. انا مازال ما سهرت على ود وحده صبيت راه هذا حتى وحق الله. ميرسي ساره على لا سوربريز اللي درتي ليا. هنالك لمسه يد، موتي موتي موتي، هنالك لمسه يد. هي مريضه امين. عبد الله كيخليني انا نبوسها، انا معنقها. لا كي غير تبوسني وتعنقني يمكن كيخليها كتكع عليا ولا تطول. علاش ما تخليهاش بلا ما تصري؟ المهم شوف راه مقمل لهنا 24 ساعة. سبحان الله سبحان الله. المهم يلاه حنا جا مورانا ودارينا ختنا وخلينا زعما ياخذ راحته وحنا يمكن خلينا سنان. هو هو غير هو غير عمره انتي اللي خليني ساكت.
عائلة محترمة جدا. بغيت غير نعرف انا واش هذا عبد الله مجوج بكم نتوما بجوج ولا شنو، ما فهمتش. خويا وخلصنا واش حقيقيين هذوك لا تمشيو لي قواعط ولا شي حاجة. شوف خويا نشوف بلاتي شي مزيان انا غنشدو ونقطع واحد شوية هنايا الشارع بصح تقطيع الشارع والله لا تقطيع عبد الله نشدو نديرو هادي شارع بحالو كشغل قواعد ما يمكنش خطيرة خونا وحكم هذا شي حاجة ما يمكنش صراحة والله إلا خطيرة. خويا وخلصنا واش حق هذا خويا إلا جات قدام عندك شي حاجة وعطاك الفلوس أما تثقش فيهم يقدر يعطيهم لك يمشي تجي للمزر تلقى الفلوس مشاو. ما صاحبي جيب راني مريضة. فاش مريضة مالك؟ مالك؟ انا راه ما كنتش باغي نقول سميشة ولكن ملي قلتي دابا راه هي معاك وكذا انا غنعطيك سميشة. كيفاش؟ صدمة كانت قوية صدمة مسكين خديجة هاك هاك نجوا اخويا الو فين نجوا؟ غيتي دابا بارك انا كثرت الهضره و اسمع شوف بلا ما تفرع لي راسي بهاد الهضره هادي واه هي فهميني بس تقشي شي الشمعات سير انا ما غنضيعش معاك الهضره بزاف صافي ما غنسكتش الله يخلي لك الجوع انا ورا ماشي ورا بغيت نقول خديجه ورا غير دابا صافي بارك من الهضره صافي بارك صافي سير يا الشمعات الله يخت فيك الحق اجي واش ما نسيتك سير اخويا الله يسهل عليك سير اخويا الله يسهل عليك وقفت معاك شحال من حاجه وعامين ضربتيها في الزيرو صافي سير الله يسهل عليك خويا قطع هاد قطع هاد الاطفال اللي هضر معاك وزايلي واش شنو باغي تقول له واش انت كتخونا في باغي تقول صار فيك غرامي صار النيت عارفو معاك ضيعت ايامي راني مريضة فاش مريضة مالك 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 بوقف يا تخين هذا كنت بغيت تموت لي في يدي هادي ما كاين لا حب لا سيدي زكري كاين حب الله وحب الوالدين الخوت ماشي راه يا خو زعبيل هذا الشيء هذا حق الله نادى حسي بوكاء حزين عمليه مستعجله في قتل بيبي صراحه واخا هكا كيفاش عرفت راسي بحال لا ما كانش عليا نبارطاجيها مع الناس ما كانش عليا نبارطاجي الحاجه المسوره كيسخر فيها الله كاين اللي ما كيقولش كاين اللي ما كيشوف فيك ماشي بعين الرحمه كاين اللي هذا والله كاين ما كانش عليا كان بارطاجيها ولكن هذه الدري العقل مره اخرى انا بالفرحه وهذا ولكن كاين بنادم اللي كيشوفك بالعين ما كيشوفش بعين زوينه فهمتوا ولكن قدر الله وما شاء فعل دابا خل هاني البنت حاجه وحده هي هذه العمليه اللي غادي ندخل قال لي غادي بالليزر صافي قلت له دابا دوك الشهر كون بقيت حتى الغدا ولا بعدو بقيت بهذا الحريق ما جيتش قال لي مشيت تفرقع لك الحامل خارج الرحم تفرقع لك في القرن قال لي غنصدقو محيدين لك القرن وكلشي ربي يعوض عليك الله لا اله الا الله والله الحمد لله على كل حال والصراحه مري درت بحال كلشي انا ليا ولا هذا انا ودي في هذاك الفيديو اللي فات قلت لكم ودي راه هذا اسم مسلسل جديد هو النهايه ديالو هي هادي عندك عرفت انا ما كاين لا حمل لا سيدي تكري عطات تصرات على عباد الله صافي باش عطل على المشاهده عاوتاني ما داكش انا راه خطيره تخيتني هادي وعيبتي وعيبتي راه صبرنا لك بزاف طلعت لي الدم صاحبي والمره الاولى الثانيه الثالثه وعيبتي هو يقلب عليها التفصيل